الرئيس الموريتاني يجري في العاصمة الخرطوم مباحثات مع رئيس لجنة الاتحاد الافريقي حول تفعيل العمل العربي المشترك. المحكمة العليا في ليبيريا تعلق الانتخابات الرئاسية وتمنح لجنة الانتخابات مهلة أسبوعين للرد على تهم التزوير. الجنايات الدولية تستدعي 5 جنرال للإدلاء بشهادته حول أعمال العنف التي شهدتها ساحل العاج في عهد غباغبو. أجرى الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بمقر إقامته في العاصمة الخرطوم مباحثات مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فاكي، تطرقت للأوضاع العامة في إفريقيا وسبل تفعيل العمل المشترك. وكان الرئيس الموريتاني قد بدا الاثنين زيارة لجمهورية السودان، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوداني، وسيشرف على افتتاح أعمال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية السودانية. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى تشاوري بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول إطار الشراكة لعام 2018-2022. وأشاد وزير الاقتصاد والمالية المختار وليجاي باستراتيجية موريتانيا الخاصة بالنمو المتسارع والرفاه المشترك التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في أفق 2030، والتي تأتي الشراكة مع الأمم المتحدة في إطارها. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تكوينا في نواكشوط حول المراقبة المدمجة للمرض والاستجابة. وشارك في ورشة التكوين عدد من العاملين بالقطاع الصحي على مستوى ولاية نواكشوط 3، إضافة إلى خبراء ومختصين صحيين. تعتبر الأوبئة من أكبر الأخطاء التي تعرضت لها البشرية عبر التاريخ، وبخاصة وخاصة في القرن 21 والذي أصبح فيه العالم بمثابة قرية كبرى بفضل التقدم التكنولوجي والتطور وتطور وسائل النقل. لقد شهد عالمنا المعاصر انتشارا سريعا لأوبئة جديدة وفتاكة أصبحت تهدد الأمن الصحي العالمي والتبادل الاقتصادي بين البلدان. ولعل وباء إيبولا الذي شهدته دول من منطقة غرب إفريقيا في الآونة الأخيرة ليعد أكبر دليل على خطورة الأوبئة وضرورة التصدي لها لما تمثله من خطر على الصحة العمومية وحياة الإنسان وظروفه المعيشة. قررت المحكمة العليا في ليبيريا تعليق الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا تنظيم شوطها الأول اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر. ومنحت المحكمة لجنة الانتخابات في البلاد مهلة أسبوعين لتقديم الرد على الاتهامات الموجهة لها بشأن عدم شفافية انتخابات 10 أكتوبر الرئاسية. نتابع تفاصيل في التقرير التالي. المحكمة العليا في ليبيريا تقرر تعليق الانتخابات الرئاسية على بعد يوم من حلول موعد إجراء الشوط الثاني من الانتخابات بين عضو مجلس الشيوخ جورج ويا المترشح للانتخابات للمرة الثالثة في تاريخه والقيادي بالحزب الحاكم في البلاد نائب الرئيسة منتهية الولاية إيلين جونسون سيرليف. ومنحت المحكمة العليا أسبوعين للجنة الانتخابات من أجل تقديم رد على الاتهامات الموجهة لها بشأن تزوير انتخابات 10 أكتوبر الماضي والتي شارك فيها 20 متسابقا لخلافة إيلين جونسون، أول امرأة تنتخب بمنصب رئيس الجمهورية في إفريقيا. وكان المحامي ورئيس حزب الحرية شارلز برومسكين الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية قد تقدم بطعن في الانتخابات، حيث اعتبر النتائج مزورة والمسار غير شفاف داعيا إلى إلغائه. ويثير بعض الليبريين مخاوفهم من أن تنحو الأوضاع منح العنف وتعود البلاد إلى مربع الأحداث التي شهدتها قبل أزيد من عقدين وخلفت 250,000 قتيل. وتوجه بعض الأطراف في المعارضة اتهامات للرئيسة منتهية الولاية إيلين جونسون، وتعتبر أنها تدخلت للجنة من خلال استضافتها لأعضائها يوما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو الاتهام الذي نفته إيلين بشدة. وقد زار الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العاصمة مونروفيا في خطوة استباقية تسعى للتهدئة ومحاولة إيجاد آليات للتسوية غير أعمال العنف والخروج للشوارع. وإذ لا تزال الأوضاع هادئة في ليبيريا،
البلد الإفريقي الصغير الذي عانى من الحروب الأهلية ويعيش أزيد من 60% من ساكنته تحت خط الفقر، فإن البعض يخشى أن تكون العاصفة قادمة. استدعت محكمة الجنايات الدولية الجنرال المتقاعد إفريم نديتو للإدلاء بشهادته في ملف محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو. ويأتي استدعاء إفريمين الذي شغل في نهاية فترة حكم غباغبو منصب نائب رئيس الهيئة العامة للأركان، يأتي بعد أسبوع من مذول رئيس هيئة الأركان العامة للجيش فيليب مانغو للإدلاء بشهادته في ذات الملف. قالت صحيفة الخبر الجزائرية المقربة من السلطة الجزائرية إن الوزير الأول أحمد يحيى كلف من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على المؤسسات الكبرى التابعة للقطاعات الوزارية، ويعتبر هذا تكليف سحبا للصلاحيات من الوزراء المعنيين بهذه القطاعات وتعزيزا لصلاحيات الوزير الأول. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد الوزير الأول أحمد يحيى بالإشراف المباشر على المؤسسات الكبرى التابعة لقطاعات وزارية، وتم تكليف يحيى لتسيير مشاريع استراتيجية وذات طابع حساس اجتماعيا واقتصاديا ويحوز على ميزانيات ضخمة من أجل إنجازها واستكمالها في الآجال المحددة. وقالت صحيفة الخبر الجزائرية المقربة من أجهزة السلطة إن يحيى تلقى تعليمات رئاسية من أجل الشروع في إلحاق القطاعات الحساسة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في أقرب الآجال بالحكومة وإعداد جرد بأهم المشاريع التي تنتظر الضوء الأخضر لاستكمالها أو الشروع في تجسيدها. وتتصدر مشاريع سكن هذه البرامج التي يوليها الرئيس الجزائري الأولوية القصوى، وينتظر من يحيى إعطائها الدفع اللازم لطي أوراقها في الآجال المحددة. ومن المفارقات التي وقف عليها يحيى وأطلع رئيس الجمهورية بشأنها في تقرير قدمه للرئيس أن جل المشاريع التي صرفت لها تسبيقات بنصف قيمة الصفقات صدر بحقها قرار التجميد لأجل غير مسمى من دون إلزام المستفيدين من الصفقات بإرجاع المبالغ المستلمة في تجاوز خطير للقانون المنظم للأعمال في البلاد. ومن أجل اطلاع يحيى بهذه المهام الجديدة بشكل رسمي وقانوني أو عزله عبد العزيز بوتفليقة بإعداد مرسوم تنفيذي ينص على ذلك، وهو ما يعني سحب هذه المهام والصلاحيات من الوزراء المعنيين بالقطاعات التي سوف تلحق بمصالح الوزارة الأولى، وهو ما سيعزز الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، وهو أمر مفهوم في سياق التحديات المالية التي تمر بها البلاد حاليا. أشاد الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري بالدورة 13 من الصالون الدولي للفلاحة والصيد، مضيفا أنها مكنت من إنجاز شراكات هامة. وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري كريم خالفي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، قال إن الصالون مكن من إبرام 30 شراكة. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. قال الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري التونسي إن الدورة 13 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري مكنت تونس من إنجاز شراكات فعلية تم تجسيدها على أرض الواقع. وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري ورئيس لجنة الشراكة كريم خلفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللقاءات التي أتاحها فضاء الصالون أفضت إلى إبرام نحو 30 شراكة فعلية، وأنهم في انتظار الإمضاء على هذه الشراكات في أقرب الآجال. وبيّن خلفي أن الصالون الذي استمر من 31 أكتوبر حتى الأحد 5 نوفمبر كان فرصة للمستثمرين التونسيين والأجانب من الجزائر وليبيا وقطر وتركيا والكوت ديفوار وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وغيرها لربط علاقات استثمارية في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية والموارد المائية، ولتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التطورات في مجال صناعات الآليات الزراعية. وحسب القائمين على الدورة فقد تم خلال أيام الصالون عقد أزيد من 400 لقاء ثنائي بين الوفود المشاركة، وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أعرب عن أمله في أن يتمكن من خلال دورة الصالون 13 من رفع جملة من التحديات المتعلقة بالإنتاجية والمردودية وتزمين دور المرأة العاملة في المجال الفلاحي، ومن التعريف بالقانون الجديد للاستثمار في البلاد بما يتضمنه من حوافز للمستثمرين. وسجلت الدورة 13 للصالون الدولي للفلاحة والآليات الفلاحية والصيد البحري حضور أزيد من 500 مشارك من 36 دولة، إضافة إلى أنها استقطبت نحو 200 ألف زائر ومهتم بقطاعات الفلاحة والصيد البحري من مختلف أرجاء العالم.
وحضر فعاليات افتتاح دورة الصالون الذي أشرف على انطلاقته رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وزراء الفلاحة من كل من قطر وكوت ديفوار وتركيا. وتسعى تونس من وراء تنظيمها للصالون إلى الرفع من حجم الاستثمار في المجال الفلاحي خاصة، وأن المساهمة من طرف الأجانب في الاستثمار الفلاحي الخاص لم تتجاوز 6% من حجم الاستثمارات، رغم ما تتمتع به تونس من خصوبة ومردودية عالية في المجال. أصدرت حكومة توافق الوطن الفلسطيني قرارا بإحالة موظفي قطاع غزة الذين يربون على 2000 موظف إلى التقاعد، وقد سبق هذه الخطوة قرار يقضي بخصم أزيد من 30% من رواتب وموظفي السلطة الفلسطينية في القطاع. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. مقفية بهم على آثار مشمولية قرار الإحالة 30 الذين سبقوهم بعامين من موظفي القطاعين المدني والعسكري، أصدرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قرارا بإحالة موظفي قطاع غزة كافة ممن هم على كادر المنظمات الشعبية إلى التقاعد. وينتظم في سلك كادر المنظمات الشعبية عمال رباعي منظمة التحرير، اتحاد المرأة، اتحاد العمال، اتحاد الفلاحين. نقيب موظف السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد أكد لوكالة قدس بريس بين يدي الإحالة أن عدد العاملين على كادر المنظمات الشعبية ينيف على حاجز 2000 موظف يشملهم قرار التقاعد دون ما استثناء. خطوة سبقها خصم الحكومة في شهر نيسان الماضي أكثر من 30% من رواتب موظف السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في إجراء بررته في حينه بالحصار المفروض عليها مسقطة من متناول قرارها الراتب الأساسي. ووفق حديث عارف تمت إحالة عدد كثير من موظف السلطة المدنيين بقطاع غزة للتقاعد، مشيرا إلى أن الإحالة جاءت بقرار من وزارة المالية لا عن طريق هيئة التأمين والمعاشات، مبينا بلغة الأرقام أن عدد المحالين إلى التقاعد بلغ 6000 موظف من وزارات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وموظفي وزارة المالية كافة بموجب قرار الرئيس الفلسطيني الصادر في 22 يوليو 2017. وأضاف نقيب موظف السلطة في غزة: ليس لدينا عدد رسمي حقيقي، ولكن حسب قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخرا سيتم إحالة 6145 ألف موظف للتقاعد المبكر، مؤكدا أن نقابة موظف السلطة في غزة ستنظم يوم الأربعاء القادم برنامجا كاملا يشمل جدول ميدانياته الاحتجاجية وقفة أمام هيئة التأمين والمعاشات إرصادا لإغلاقها إذا لم تستجب الحكومة لمخرج قرارات النقابة. وأردف أبو جراد أن الموظفين من القطاع المدني تمت إحالة بعضهم للتقاعد بنسبة 40% من الراتب، وآخرين منهم بنسبة 50% عكس الموظفين العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد بنسبة 70% من الراتب وحصولهم على الرتب بأثر رجعي. لو بدك مصروف شخصي مش هيكفينا. الرئيس الموريتاني يجري في العاصمة الخرطوم مباحثات مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي حول تفعيل العمل العربي المشترك. المحكمة العليا في ليبيريا تعلق الانتخابات الرئاسية وتمنح لجنة الانتخابات مهلة أسبوعين للرد على تهم التزوير. الجنايات الدولية تستدعي 5 جنرال للإدلاء بشهادته حول أعمال العنف التي شهدتها ساحل العاج في عهد غباغبو.